السلام عليكم متابعينا الكرام، وصباحكم الله بالخير والعافيه، وسعد الله اوقاتكم بكل خير. اليوم الاخ ابو خالد حاب يشكر المكتب الحجي ويقول لكم الخدمات. انا لنا الان اول شيء اشكر المكتب الحجي والشباب، صراحه تعامل ممتاز راقي، ولنا كم يوم انا بالاهل مغطيين منقبين ما في اي مشاكل، واحنا والاولاد وبناتي بيخرجوا في اي وقت ولابسين العبايات السود والنقاب كامل، ما في اي مشاكل، بالعكس انا اشجع اقول تعالوا مع مكتب الحجي. طبعا انا الحجي وصلت لهم عن طريق التويتر، ممتازين، مواعيد تاين، دقه، امان، كل شيء ممتاز. صراحة أكبر مكسب لي في رحلتي الآن إلى لندن مكتب الحجي، مواعيد، ناس ذوق، ناس محترمة، والبلد ما شاء الله أمان وما في مشاكل. صراحة لنا 5 أيام من أروع ما يكون بأهلنا بعيالنا كلهم. هذا أجمل إحضار، تحية لأخي العزيز هادي العسل، صراحة كان مبدع معنا في الرحلة دي، وإن شاء الله المرة الجاية انصحكم يا شباب بمتابعه الانستغرام والتويتر والسناب تبع مكتب الحجي، هتستفيدوا كثير وهتدعوا لي. تدعوا للحجي. طبعا احب اشكر كل اخواننا واخواتنا ومتابعينا وزبائننا على ثقتهم العاليه بمكتب الحجي وقروب مكتب الحجي، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. شكرا لكم جميعا. متابعينا الكرام، راح اخليكم السناب القادم انستغرام مكتب الحجي بمعلومات جدا قيمه وكل السفرات والرحلات، وتستفادون منها جدا.